أهلا بكم إلى موجز أخبار الآن. أكدت مصادر ميدانية مساء الجمعة بدء خروج مسلحي تنظيم داعش من مدينة راقة السورية. من جهته قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن استسلام عناصر التنظيم جاء نتيجة التوصل لاتفاق بين التحالف الدولي وقوات سوريا الديمقراطية من طرف وداعش من طرف آخر، قضى بخروج المتبقين من المتطرفين من مدينة الرقة. وكانت المصادر قالت في وقت سابق إن 12 حافلة دخلت إلى حي حاوي الهوى غرب المدينة، وإن وصول الحافلات مستمر لإخراج المسلحين من الرقة باتجاه ريف دير الزور الشرقي. قتل 3 أطفال وجرحت امرأة نتيجة قصف لقوات النظام السوري على قرية في جنوب حلب شمال سوريا. وقال عضو المكتب الطبي لجنوب حلب إن 3 أطفال قتلوا وجرحت امرأة إثر قصف مدفعي لقوات النظام استهدف قرية كوسنيا. أمهلت السلطات العراقية عوائل تنظيم داعش 72 ساعة للخروج من مدينة هيت غرب بغداد على خلفية التفجيرات الأخيرة التي استهدفتها. وأكدت السلطات أن هذا القرار اتخذ ضمن قرارات عدة للحيلولة دون تكرار الخروقات الأمنية. طرحت وزارة الثروات الطبيعية في إقليم كردستان العراق 5 شروطا لحل المشاكل المالية والنفطية بين أربيل وبغداد، أبرزها تخصيص نسبة 17% من نفط العراق للإقليم. وقالت الوزارة في بيان لها نشر على صفحتها الرسمية على فيسبوك: هناك 5 شروط من أجل حل المشاكل المالية والنفطية بين بغداد وأربيل، والشرط الأول هو دفع الحكومة الاتحادية جميع رواتب الأقسام الخدمية لحكومة الإقليم والبشمركة والشرطة والأسايش والمتقاعدين، والبلغ شهرياً 915 مليار دينار عراقي. ارتفعت حصيلة ضحايا الحرائق التي تجتاح كاليفورنيا إلى 33 قتيلاً، كما اعتبر المئات في عداد المفقودين، فيما يثير اشتداد الرياح قلق رجال الإطفاء. واستخدمت فرق الإغاثة الكلاب المدربة لتحديد أماكن ضحايا أسوأ كارثة حريق في تاريخ الولاية، حيث دمرت مدناً وقرى بأكملها. وقال مسؤول دائرة الحماية من الحرائق في كاليفورنيا إن أكثر من 9000 من رجال الإطفاء كانوا يكافحون الجمعة لإخماد 17 حريقاً كبيراً.